بخصوص بعثة فريق الاتحاد البيضاوي، لله الحمد الفريق الآن في ظروف جيدة. قمنا الأمس بأول حصة تدريبية في ملعب اللي غتجرى فيه المقابلة. اللاعبين معنويات جد جد مرتفعة. أيضا هذا الصباح جرينا اختبارات ديال آخر مسحة ديال التيست ديال كوفيد 33 فرد، بما فيهم اللاعبين، الطاقم الطبي، الطاقم التقني. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنها تكون سلبية باش نستفدوا من الخدمات ديال اللاعبين ديالنا. الأجواء ديال الفريق ولا البيئة ديال الفريق الاتحاد البيضاوي كلها الحمد لله سهرنا باش أنها تمر في ظروف جيدة. أرضية الملعب كيف كيعرف الجميع هي أرضية صعبة نظرا لوجود بعض الحفار، أيضا فيما يتعلق بغياب العشب بعض أماكن ديال الملعب، ولكن احنا اللاعبين ديالنا واعيين جد الوعي باش أنهم يقوموا بمقابلة قتالية إن شاء الله ونعودوا بنتيجة إيجابية من قلب غامبيا.